بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الليكتشرز بتاعت الكورس بتاعنا بتاع البيزل ابدومينال الالترا ساوند. والنهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم هنبدا كده ببعض الميسلينس فايندينج بيقابلنا في الابدومينال الالترا ساوند، لكن بتمثل من الحاجات المهمه اللي ممكن تقابلنا ونشوفها اثناء الفحص بتاعنا. امبارح ما كنتش وريت حضراتكم البولس تكني بالمناسبه، فعلشان كده ضفتها كاول شريحه. ده الفارق ما بين شكل النورمال كيدني زي ما حضراتكم شفتوها امبارح في الابلكيشن في العملي، وده شكل البوليست كيدني بتكون عباره عن كيدني ديستورتد اركتكتشر ريبليسد باي ان البارينكيما كلها ريبليسد باي مالتيبل فاريبل سايز سيست زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا شكل بتاعها الباثولوجيكال، وده الشكل بتاعها في الالترا ساوند. شكل بتاعها مميز، يعني مش بيتغلط يعني بمعنى صح. طيب اول حاجات الميسيلينس المفروض بنقابلها ونشوفها هو الاسايتس. والاسايتس طبعا ايا كان نوع الكوليكشن، سواء كان هيموروجي سواء كان الاسايتس سيروتيك او كده، عباره عن فلويد كوليكشن في البروتونيال كافيتي. الفلويد كوليكشن ده ممكن يكون مينيمال اماونت، ممكن يكون اماونت اكثر من ذلك. لو كانت الاماونت صغيره خالص احنا بنستخدم البروب اللينير زي ما حضراتكم شايفين، لانه سوبرفيشال وبيوضح مور ديتيلز، فبشوف الكوليكشن كده ان بتوين سبيس بتاع الانسايل لوبس. بالظبط بين الانسايل لوبس بلاقي كده ايه مثلا فور اكزامبل لايك ذيس ده ريم اوف كوليكشن كده ان بتوين انسايل لوبس. طبعا الكوليكشن زي ما قلنا قبل كده عشان اشوفه بشوفه في الموست ديبندنت بارت في البروتونيوم، اما يكون البلفيك ريجون في البلفز، او في المورسون باوش ان بتوين الليفر والرايت كيدني. لو في اي كميه كوليكشن بتبدا تظهر في المكانين دول، وبعد كده كل ما الاماونت بتزيد بلاقي الاماونت بقت ايه، ده المورسون باوش طبعا اهو ادي الليفر وادي الرايت كيدني، والكوليكشن بيكون بالشكل ده زي ما انتم شايفين ان بتوين الليفر والرايت كيدني. زادت الاماونت شويه بقى الدنيا خلاص الدنيا عايمه زي كده، كوليكشن اهو ده كله الانكويك ده هو الاسايتس، ودي الباول لوبس واتاشت ل الميزنتري بتاعها شكلها كده عامل زي الشعب المرجانيه، وبتكون فلوتنج في الاسايتس. ده برضو شكل الاسايتس لما بيكون ريليتد ليفر، والليفر ده زي ما حضراتكم شايفين ادي بالظبط ادي الرايت كيدني وادي الليفر، والليفر اهو ريجولار سيرفيس وكورس ايكو باترن، ودي الجول بلادر واضح ان فيه بارت منها سيكول فيها تيربت كونتنت، والاسايتس اهو حوالين الليفر، يعني الليفر فلوتنج في الاسايتيك فلويد. بعد كده من الحاجات المهمة بالنسبة لنا طبعا البوزيشن بتاع البروب. لو الدنيا عايمة زي كده فلويد اسايتس الامور بتكون مش صعبة ان انا اشوفها، بلاقي المنظر زي ما حضراتكم هتشوفوه كده اهو زي ما انتم شايفينه ان بصوا اللوبس عايمة في الاسايتس. لكن لو مينيمال اماونت طبعا بدور عليها يعني بحرص شويه وببص عليها كويس، وبعمل حساب انها ما تتغلطش معايا مع البلادر. طبعا البلادر بيكون الول بتاعها كده دايره مكتمله، بينما الكوليكشن ان بتوين ساين لوبس بلاقي عارف اسكالوبنج كده الايدج بتاعته كانها اسكالوبد، يعني عارف في سبيس ان بتوين اللوبس ومليان بشويه كوليكشن صغيرين. البلورا افيوجن برضو نفس الفكره، هو عباره عن فلويد لكن موجود في البلورال كافيتي. اذا انا لما بشوفه اما هشوفه على الرايت كوستوفرينيك ريسيس او الليفت كوستوفرينيك ريسيس. الشكل بتاعه لما بيكون كونسيدربل اماونت بيكون بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ده اللنج اهي فلوتنج في الافيوجن، وده الدايفرام، وبيكون الشكل بتاعه انا بكون حاطط البروب بتاعي كده عند اللور ريبس، وبكون اتفضل طبعا وبكون شايف الافيوجن لما بيكون كونسيدرابل اماونت بيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده بيوضح الاناتومي لو على الليفت. اتفضل دكتور اسلام. لا على اخر السوركس كده من تحت في الميد اكزيلر لاين تقريبا يعني، وبتعمل سكان دكتور اسلام. السونار ما بحطش البروب ثابت دكتور اسلام، السونار انا بحط البروب في حته وبعمل انجيوليشن وتلتنج انتيرو بوستيرو فوق وتحت، بعمل سكاننج للاريا، لكن مش بحط مثلا مش زي سماعه بحطها مش عارف في سكند انتركوستال سبيس بار استيرنال عشان اسمع كذا. لا ما الكلينيكال طبعا سبورتنج بالظبط، سبورتنج الالترا ساوند بالظبط.
لا ما هو ما احنا كله ده بنتكلم في السونار العادي ده مش شيست الترساوند ده في الابدومينال. اه لا لا انت مسافه ما هتفرق الاسبلين انت بتشوف فوقيه تلقائي وفوق الابر بول بتاعت الاسبلين زي كده الكوستوفرينيك ريسيس فيها زي ما حضرتك شايف ادي الافيوجن اهو كونسيدرابل اماونت وادي الليفت كيدني وادي الاسبلين فده الشكل الاناتوميكال بتاعه. في نقطة يعني مهمة لو هعمل اسبيريشن لفلويد بدخل على اللور ايدج والابر ايدج بتاعت الريب بالظبط بدخل في الابر ايدج بتاعت الريب عشان افويد النيورو فاسكولار باندل اللي هي بتكون على اللور ايدج بتاعت الريب فانا مثلا بحدد انتركوستال سبيس اللي انا داخل عليه وبدخل يعني عند الابر ايدج بتاعت الريب واروح مدخل ابرة فوق الابر ايدج بتاعت الريب لو دخلت على اللور ايدج هعمل انجري للنيورو فاسكولار باند اللي هي ريليتد للور ايدج بتاعت الريب فدي نقطه في الاسبيريشن بتاع الثوراسيك افيوجن ده اكزامبل الاثنين مع بعض ده الافيوجن اهو بروكسيمال وده الاسايتس والليفر اهو كورس وسيروتيك وريجولار سيرفس مش بوزيشن انا بقول حضرتك مكانين يا دكتور المورسون باوش والبلفيس هما دول المكان اللي انا بدور عليهم في البلفس في سنترال بارت من البلفس بدور وابص بروبلينير يا دكتور لو حد عنده بروبلينير يعني ما بص يا دكتور اسلام الموست بنت اصل البرتينال كافيتي مش كافيتي مفتوح على بعضه ده عباره عن جيوب كده فالموست بنت بارت هو العيان ريكامبرنت البلفس والمورسون باوش وانس العيان نايم على ظهره لو في شويه فلود صغيرين هتراكموا في المكانين دول ببص على المورسون باوش بتوين الليفر والكيدني وببص على البلفز عامه جنب اليورين بلادر كده بروكسيمال اليورين بلادر بيكون اي شويه فلويد كولكشن اللارج ليمف نود احد الفاندنج ممكن اشوفها وطبعا الليمف نود بيكون ليها كرايتيريا انها بتكون اوفال شيب وبيكون ليها هايلم يعني مش شرط ان انا اشوف الفاسكولاتشر بتاعها لكن الاماكن طبعا اللي بشوف فيها اللارج ليمف نود الانتوميكال سايت اشهرها البير بانكرياتيك والبار اورتيك من الاماكن ممكن اشوف فيها الانلارجد الليمف نود الايمج دي بتوضح ان انا واخد كات سيكشن ساجيتال في الابيجاستريك ريجون لونجيتودنال حط البروب الطول كده ساجيتال فبكون شايف قدام الاورطة زي ما حضراتكم شايفين اهو والقدامه ده السبلينيك فين واللي قدامه ده البنكرياس سوري مش ساجيتال اكزيال كات سيكشن اكزيال تمام اكزيال سيكشن فده شكل البنكرياس وهو ريليتد ل اتفضل دكتور اتفضل دكتور لا الايمج اللي فات سوري معلش احنا الايمج دي لا احنا زي ما قلنا الاول دي كانت فعلا ساجيتال ودي اللارج ليمف نود انتيرور للاورطه الاورطه اهو بالطول فالصوره دي فعلا سوري ساجيتال وده اكزامبل للارج ليمف نود ريليتد للبارا اورتيك ليمف نود البنكرياس البنكرياس اللاند مارك بتاعته السبلينيك فين يعني لما ادور على البنكرياس بحط الصوره البروب بتاعي اكزيال ترانسفيرس وبميله ناحيه الناحيه الشمال بتاعته بميلها لفوق شويه فبشوف البنكرياس في الوضع الاوبليك بتاعه اللاند مارك بتاعته هو السبينيك فين السايز بتاعه المفروض ان السكنس بتاعه ما يزيدش على 2 سم في كل الاحوال يعني الهيد 2 سم والبادي 1.5 والتيل 1 طبعا مش هنحفظ ارقام لكن ان جنرال ما بيزيدش السكنس بتاعه عن 2 سم هوموجينس ايكو باترن وبيكون ايكوجينيك شويه والايكوجينيستي دي حسب الايج يعني في الاولد ايج بيكون الايكوجينيستي بتاعت البنكرياس بتقل شويه لان الفات الكونتنت اللي فيه بتكون ديكريزد هنشوف شكل البنكرياس او ده طبعا ده الاناتوميكال لاين بتاع البنكرياس بيكون بالشكل ده فانا بحط البروب بتاعي بنفس الميل بتاع البنكرياس يعني متخيلين حضراتكم البروب يعني الميديال سايد بتاع البروب ميل لتحت واللاترا سايد ميل لفوق بالظبط عشان اشوفه في الاناتوميكال سايد بيكون بالشكل ده ادي البنكرياس اهو وبيكون قدامه على طول السبلينيك فين كاللاند مارك بتاعته ده نورمال بنكرياس بيكون الايكوجينيستي بتاعته بالشكل ده ده برضو البنكرياس اهو الله وده لا انا بشوف اهو ده كله يكاد يكون كله فعلا دكتور احمد لا لا هو كده هذا عادي من اول هنا لحد هنا ده كله البنكرياس اهو اه بيظهر اه احنا ما شفناه على فكره لو في شويه جاستريك دايريتيشن مش هتشوفه طبعا اي مشكلته
سبينك فين، سبينك فين فعلا جديد. لو شفت سبينك فين هتشوف البنكرياس، هتشوف البنكرياس انتيرور. ليه يا دكتور عبد الرحمن؟ ده اكزامبل لارج سودو بنكرياتيك سيست ريليتد للتيل اوف بنكرياس في حاله اكيوت بنكرياتايتس. زي ما انتم شايفين اهي سيست وفيها انيكوك كونتنت وفيها تيربت كونتنت وفيها كده مايكرو سبتيشن زي ما حضراتكم شايفين. الاناتوميكال سايت، الاناتوميكال سايت ريليتد، ما هو مكتوب حرف دكتور انها ريليتد للتيل اوف بنكرياس. نعم وضع البروب زي ما حطها، شوف البنكرياس، حطيت البروب شوف البنكرياس ايه سيست ريليتد للبنكرياس بس. وحاجه دي برضو هعملها سي تي ابدومين علشان اشوف السيست دي بالظبط طالعه منين. ده اكزامبل حاله اكيوت بنكرياتايتس. هو الاكيوت بنكرياتايتس البنكرياس بيحصل له ايه؟ مش بيكون سكند واديميتس اذن سولن، يعني السكنس بتاعه هيزيد، واديميتس يعني الايكوجينس بتاعته هتقل لان هو بيبقى فيه فلويد فالايكوجينس بتاعته هتقل. اذا هيكون سكند بنكرياس والايكوجينس بتاعته ديكريزد، وادي لاند مارك بتاعته السبينك فين بوستيور للبنكرياس على طول زي ما حضراتكم شايفين. طيب ما بي هايبوكوك لان في اديما، الاديما الفلويد، الفلويد غامق فهيخلي الايكوجينس بتاعته ديكريزد. ده اكزامبل اهو، ادي سيكنس بتاع البنكرياس، يعني واضح ان البنكرياس ده سكند عن اللي شفناه نورمال في الايمج الاولانيه. وادي السبينك فين لاند مارك بتاعته، وده الليفت لوب اوف ذا ليفر بارت من الليفت لوب. قائمة طبعا البنكرياتيك ليجن والكلام ده كله يعني احنا في غنى بس مش هتكلم عليها كتير، لكن الليجنز البنكرياس اما هتكون ليجن مثلا مالجننت او سودو سيست او بنكرياتايتس او تروما، يعني دي الحاجات الرينج البسيط اللي ممكن نشوفه في البنكرياس. والتروما هنشوفها في السيشن بتاعت الانجري والامرجنسي. الابدومينال اورتا، الابدومينال اورتا طبعا ستراكشر عظيم بنشوفه لما بنحط البروب بتاعنا ميد ساجيتال وتلتنج سنه ناحيه الليفت، لان هو موجود على الليفت سايد والانفيرو فينيكيفا موجود على الرايت سايد. فانا بحط البروب بتاعي في الابجاستريك ريجون وبلف البروب سنه ناحيه الشمال بشوف الاورطة، لان هو يعني على الليفت سايد اوف ذا ميد لاين. الصوره دي اللي احنا حاطينها في الابجاستريك ريجون والبروب محطوط اهو ساجيتال، ده الليفت لوب بتاع الليفر، ده الانتيور سيرفيس بتاعه وده اللور سيرفيس. وقدام طبعا اللي طالعين في الاريا دي ده السيليك ترانك وده السوبير ميزنتريك ارتري، وفي المكان اللي بيطلعوا منه من الاورطة عند L1 تقريبا. ده برضو النظر فيو، ده الليفت لوب اوف ذا ليفر، وادي الاورطة وادي السيليك ترانك وادي السوبير ميزنتريك ارتري. ده الشكل ازاي انا بكون حاطط البروب وشايف الاورطة زي ما حضراتكم شايفين. ادي البروب اهو في الابجاستريك ريجيون الميد ساجيتال وبشوف الاورطه اهو، يعني تيلتنج للليفت شويه بيبدا يظهر الاورطه لونجيتودنال ستراكشر بيهايند الليفر زي ما حضراتكم شايفين. الانيوريزم يا دكتور اسلام من اشهر الحاجات اللي ممكن نشوفها في الاورطه، وهنشوف برضو اكزامبل. البرانش اهو دكتور صمويل، يعني الدايمتر بتاعه ما بيزيدش عن 30 مللي 3 سنتي، ده الماكسيمال دايمتر. لا الاي في سي عامه بيكون شكله اوفال شيب ومبطبط يا دكتور محمد. الاي في سي الدايمتر بتاعه من 1.5 ل 2.1 سنتي على ايه؟ امال مللي؟ ايوه بس هو شكله بيكون اوفال ومبطبط. هتشوف بص حضرتك في الكات سيكشن بيكون كولابسد بالظبط، كطبيعه الفينز البريشر فيها مش كبير زي الارتري، فبيكون شكله كولابسد كده واوفال شيب. يعني الحته دي لها قابليه للدكتور احمد، الاي بي سي الدايمتر بتاعه من 1.5 ل 2.1 المفروض انه بيحصل كولابس مع الاكسبايريشن والانسبايريشن، بيحصل كولابس والمفروض ان الكولابس ده يقل اكتر من 50%، فبالتالي هتبقى المشاكل بتاعته في كذا عيان. رقم واحد ان العيان يبقى اصلا دايليتد وبيكون لابس كويس، او ان هو دايليتد ومش بيكون لابس مع عينين الفوليوم اوفرلود، او ان هو بيبقى نورمال بيبقى كول لابس وبيبقى ايه مش دايليتد. تمام، فدي اللي هي الكاتيجوريز اللي ممكن تلاقيها واللي انت ممكن تستعيد بيها عن تقييم السي في بي. يعني انا عندي عيان جاني في الطوارئ وعايز اعرف ان العيان ده مثلا ايه فوليميك هايبو فوليميك او ايه او اوفر او في فوليوم اوفرلود، الاي بي سي هيديني مؤشرات لان هيبقى ليه علاقه بالرايت اتريال بريشر، يعني علاقه قويه جدا بالرايت اتريال بريشر. ازاي؟ اني انا هدي الله ينور قاعد كده جنب الباب وما قلتش حاجه.
ده شكل الاورطه، واحنا حاطين الكالر بوكس، وادي الكالر فلو في الاورطه، وادي السيلك ترانك والسوبير ميزنتريك ارتري. طيب ده اكزامبل الاورطه، وفي انيوريزم واضح طبعا، الدايلاتيشن المعتبر اللي في الاورطه، السكننج بتاع الوول، وول سكند خالص، زائد التربلنس فلو. حضراتكم شايفين الفلو تربد، التربلنس فلو اللي في حاله الانيوريزم، اورتيك انيوريزم. ده السايز بتاع الاورطه وصل ل 8 في 8 سنتي زي ما حضراتكم شايفين، والفلو تربلنس زي ما حضراتكم شايفين، يعني ايه، مش واخد دايركشن معين، عامل زي الدوامه كده بمعنى صح. اكتر سبب الهباتو سيلولار كارسينوما بيبقى العيان ده اصلا ميتاستاتيك، وساعات الميتاستاس بتاعه تسرح في الاي بي سي، تلاقي الاي بي سي نفسه بدا يتسد بالتجمع. ده احد الستيجنج بتاعه انه يكون السبريد للفيزلز، سبريدنج على مستوى الاي بي سي. وعلى فكره الاي بي سي ده بيفتح فين؟ في الرايت اتريوم، تلاقي ان الرايت اتريوم نفسه دخلت فيه تعورت الميتاستاس، وبالتالي ايه، يبقى بدل التريد صوتك انت مش عارف سببها ايه، خلي بالك يكون عندك. ده برضو اكزامبل لاورطه، الاورطه الوول بتاعه او السكن اليومن بتاعه ده كله، ودي ثرومبس في الانتيرور وول، في الانتيرور بارت من اليومن بتاع الاورطه. ده يعني الايمج دي بتجيب على كل الاسئله اللي فاتت من ناحيه ادي الاورطه، وادي الانفيرو فينكيف زي ما قال دكتور اسلام، شكله بيكون كولابسد وشكله كده اوفال شيب، وده البنكرياس بيكون بشكل حضراتكم شايفينه اهو، انتيرور للسبرينج فين، اللاند مارك بتاعت البنكرياس، اللي السكنس بتاعه مش بيزيد غالبا المفروض عن 2 مل 2 سنتي. اصل بص يا دكتور محمد، عمرك ما هتشوف بيبر او كتاب زي اخوه متفقين الارقام، جسم الانسان ما فيش انسان زي التاني، تمام؟ فده من الافرج، يعني الافرج عامه الهيد ممكن توصل 3 سم، لكن ان جنرال ان احنا ما بيزيدش غالبا السكن زي ما حضرتك شايف عن الاثنين، يعني مثلا هم كاتبين هنا التيل اقل من 25، بينما في السلايد اللي قبلها كنت حضرتك التيل اقل من 1.5، بس المعتاد ان التيل بيكون اقل من السكنس بتاع البادي واقل من الهيد في البنكرياس. بمعنى صح، لو عين جال حضرتك هيلسي ونورمال وكويس وقست البنكرياس لقيت الهيد بتاعته 2.5، مفيش اي سيمتومز، مفيش اي ساين، مفيش اي مشاكل، اروح اقول للعيان لا والله السكنس بتاعك والله 2.5 فوق الاثنين، نروح اعمل كذا، لا. لكن عيان جاي مثلا بالفوكال ليجن بهيستوري سجستنج سمثينج اب نورمال، فانا هبدا امشي في سكه ان الابر ليميت في نورمال هيعتبر اب نورمال. نعم يا باشا، ده الانتيرو ابدومينال وول، ده الانتيرو ابدومينال وول، وده بارت وات ايفر من من الميزنتري، من الاستراكشر انتيرو البنكرياس، وات ايفر البوزيشن بتاعه. يعني ده برضو اذر سيكشن لايف بيمثل، ادي الليفر ده المكان اللي بحط فيه البروب علشان اشوف البنكرياس، وادي البنكرياس زي ما حضراتكم شايفين في البوزيشن بتاعه. ده الانفيرو فيناكيفا زي ما نبه الدكتور اسلام، ده احنا السباين، وادي الاورطه بيكون على الليفت سايد، وادي الانفيرو فيناكيفا اهو زي ما حضراتكم شايفين على الرايت سايد. ده برضو النظر اكزامبل ل انيوريزم في الاورطه، وفي ثرومبوزس في الوول زي ما حضراتكم شايفين، هو ده كله السكنس بتاع الاورطه. ايوه دكتور اتفضلي. لو هو الاورطه ماشي فين يا دكتور؟ لو متدنا وانا شايف ايه دلوقتي قدامي؟ كات سكشن، ها اكزيل، اكزيل ترانزفيرس. قبل ما اسال دكتور احمد، العيان اللي جاني اكيوت ابدومين ومستريك فاسكولار اوكلوجن، بيبقى السونار بتاعه ممكن ابص على ايه او الاقي ايه؟ هي عايزه احترافيه شويه، ولكن احنا ممكن لا مش قصه كده دكتور اسلام، اصلا ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن قلما ان انت تشخصه بال يعني على مستوى السونار، الا لو كانت الثرومبس مثلا في السوبر ميزنتريك ارتري وانت شايفه كويس وقادر تشوفه كويس، لكن غير كده اللي احنا بندور المفروض ان احنا نعمل سي تي انجيو للعيان، بنعمل سي تي ابدومين وهكذا. اصل انت كلينيكال ايه اللي هيحصل فيه؟ ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن هيبدا يحصل فيه اوزنج فلويد، فانت تشوف شويه كوليكشن، ممكن تشوف سيكنج في الميزنتري، كلها فايندنج نون سبيسيفيك عشان اقول العيان ده بالالترا ساوند ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. يعني
فطبعا ده شكل الاناتوميكا زي ما حضراتكم شايفين للانفيور فينا كيفا، والمفروض الاورطة على ليفت سايد. فعلشان يعني نفتكر ان احنا بنحط البروب فين، ان الانفيور فينا كيفا على الناحيه الرايت والاورطة بيكون على الناحيه الليفت. بالظبط بالظبط، لان انا يعني المعتاد ان احنا بنفحص العيان كل الاورجن زي بعضها، لكن في ستريس يعني المفروض انا بالعكس حضرتك بتساعدني لما تطلب مثلا ويز فوكسنج اون كذا، او ان انا شاكك في كذا، او انا شفت بالسونار وشايف كذا الاريا دي فيها ايه وهكذا. فطبعا ده فايت الريكوست يعني، لكن مش الريكوست المعتاد حضرتك الكتير تلاقي ابدومينال بين ولا العيان فيه ريحه الابدومينال بين. المهم يعني ايه كلمه تكتب او فور ابدومينال الترا ساوند وخلاص وعيش حياتك مع الحاله يعني. فطبعا ده الريكوست كل ما يكون في داتا ده الصوره دي يا دكتور احمد انا بنزل خط على بعد 2 سم من جدولته على الرايت الثاني، يعني اهو لو ايوه حضرتك 2 سم بنزل الكرسر بتاعي في لاين هتلاقي اسمه ميم، زرار اسمه ام مود تمام، هدوس الام مود وهنزل اللاين بتاعي عند على الخط ده على اللي هو ايه مكان السهم كده، يبقى نازل كده فهياخد لي بقى هو بياخد قطاع فهيجيب لك التغيرات بتاعته في صوره اموال كده، هو التموج ما ده الام مود. تمام. فده اللي انا بقيس بيه الكولابيلتي اندكس، وبقيس بيه الدايمتر بتاعه في الاكسبيريشن والاكسبيريشن. المود ده كان جهاز، يعني اي كان جهاز على فكره انا عايز اقول لك البي مود ده جزء من السونار دكتور عبد الرحمن، جزء من فحص السونار. ام مود والبي مود دول يعني في اي غالبا في اي جهاز سونار. والله هم ده يفهموا بتوع الايكو اكتر منا صراحه يعني. انا فريز ده بحرك بعد كده بيجيب لي الاسنان اسبيريشن اكسبيريشن والاسبيريشن. دكتوره ده السؤال اللي حضرتك سالتيه ده، لما بحط البروب بتاعي في الميد ساجيتال لاين ساجيتال بيطلع لي الانفيرو فينا كيفا بالشكل ده، وطبعا طالع منه احد الهيباتيك فينز اهو. ولما بحط البروب اكزيال بيكون طالع لي زي بالشكل ده. الاورت طبعا محافظ على الدايمتر بتاعه شكله راوندد، قدام ترتع ما بيزيدش عن 3 سنتي، بينما الانفيرو فينا كيفا زي ما قال دكتور اسلام بيكون كولابسد اهو بالشكل ده وموجود على الرايت سايد. ده اكزامبل مثلا لثرومبس معتبره في الاورطه اهي. ثرومبس يعني كده ايكوجينيك زي ما حضراتكم شايفين اوفال، وهي يعني شكلها واضح خالص. ده شكلها بعد ما حطيت الكالر دوبلر اهي، ده يدال بارت الاوبن من اليومن في شويه فلو، بينما الثرومبس هي عامله فيلنج لليومن بتاعه. في اذر التراسونيك فايندينج طبعا مهمه في الميسيلينيس، وهي زي الابنسايتس. الابنسايتس طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا لما بنشخصها فاكر يا دكتور احمد الدكتوره زميلتنا في ايام ما كنا امتياز دفعتي، وكانت الدكتوره دي على فكره هي مدرسه في الجامعه او مدرس مساعد، وكان الدكتور احمد نايم بالليل وجيت صحيته عليها كانت اكيوت ابنسايتس. الفكره كلها الدكتور احمد يعني رغم ان السونار ساعتها انت قلت لي لا انا شايف ان هي ممكن ومش ممكن تمام، وهي اشتغلها الدكتور مجدي خليل تقريبا تاني يوم او ثاني، بس السونار ساعتها ما فرقش قوي يعني. السونار في حالات الابنسايتس ما اقدرش احلف عليه او اقدرش اقول السونار في حاله الابنسايتس از جود بوزيتيف، بمعنى لما بشوف التارجت ساين بتاعتي او الاي بول ساين زي ما احنا بنسميها اللي هي دي بمعنى اصح، ده لونجيتودنال، ده اكزامبل للابنسايتس، وده اللونجيتودنال اكسس بتاعها، ودي فيكوليس زي ما حضراتكم شايفين الايكوجينيك دي، وده اليومن بتاعها، وايه ادي الوول بتاعها. في الكات سيكشن بتديني الشكل ده اسمه تارجت بول ساين او اي ساين اي بول او تارجت ساين في الرايت. هي الابنس فين يعني الابندكس فين في الماكسيمم بوينت اوف بين حاطه فين يعني اساسا يا شيخ يا دكتور؟ لا الابندكس الكريتيريا بتاعتها ان في الماكسيمال سايت اوف بين تندر ريباوند تندرنس. الريباوند تندرنس ده انا بحسه بالبروب على فكره، بضغط على البروب برفع بلاقي العيان طبعا نط، فدي ريباوند تندرنس ده مبدئيا كده. بسال العيان اكتر حته فيها بين فين، بيشاور طبعا غالبا على المكبرني بوينت ده على مستوى السيرجيكال. بحط البروب بتاعي بضغط في تندرنس، برفع البروب في ريباوند تندرنس، ادي الساين كلينيكال الثانيه على مستوى كلينيكال. ممكن اشوف الساينز دي وما اشوفش اللي حضرتك شايفه ده، لان ببساطه فعلا لو يا دوبك فوكس اوف جاز انتيرور ليها وده وارد جدا خلاص مش هشوف الابندكس. فانا كلينيكال خلاص دي ابندكس، لكن على مستوى السونار انا مش شايفها فانا ما شفتهاش. انتوا بتتكلموا على ستراكشر اهو، الدايمتر بتاعه ممكن يكون 8 مللي 10 مللي، يا دوبك بشوف جاز كده بسيطه
انتيرلي مش هشوف، فمش هشوف الابندكس. فاحنا بنشخصها زي ما حضراتكم عارفين بالثلاث حاجات، الكلينيكال واللاب والالترا ساوند. الالترا ساوند شافها في الماكسيمم سايت اوف بين بالشكل ده، وكات سيكشن نون كومبريسبل اور ستراكشر بلايند زي ما حضراتكم شايفين اهو، انا لما بشوفها بالفول لينس بتاعتها بلايند تيوبولار ستراكشر نون كومبريسبل، والكات سيكشن بتاعها واخد تارجت ساين او اي بول ساين، خلاص انا بكتب ان دي بيكتشر اوف اكيوت ابندكسايتس بالنسبه لي على مستوى الالترا ساوند مثلا يعني. لكن زائد العيان هيعمل سي بي سي هلاقي فيه طبعا ليوكوسايتوزس. نعم بلينير طبعا، ما واضح. ما انت بص يا دكتور، بص على السيرفيس بتاع البروب هتلاقي ده، انا كونفكس لو كبيره ممكن اشوفها يعني كصغيره شويه، لكن كونفكس لو زايده كبيره ممكن اشوفها بالكونفكس، لكن طبعا بدور على زايده بلينير بروب. ده نظر اكزامبل، هو الرينج بتاعه محدود مش هيزيد عن 5 5.5 ميجا هرتز، بينما اللينير بيكون من 7.5 ل 10 ميجا هرتز. في ابندكر ابس يا دكتور اسلام، يعني ده اكزامبل، ادي حاله ابندكس اهي، بصوا بتكون بالبقه، شايف يا دكتور اسلام من الدبس بتاعها كام؟ الحاله اللي بتحكي عنها اكيد انا مش فاكرها، بس اكيد انا كلينيكال حاسس ان في تندرنس وراوند تندرنس، لكن مش شايفين الاستراكشر ده. فانت لو وانس انك انت شفته بالتارجت ساين والسايت اوف ماكسيمم بين، خلاص انا بكتب ان دي بيكتشر اوف اكيوت ابندكسايتس فور فيرزر لابو سيرجيكال اسيسمنت، لان هو ده اللي فاضل. ده ابندكسايتس، ما التارجت ساين اهي يا دكتور عبد الرحمن، اهي كات سيكشن اهي راوندد وكات ساين. ابسس عباره، الابسس احنا شفناه في الليفر كان شكله ايه؟ مش عباره عن باك اوف فلويد في سكند فلويد، ونفس الفكره لو في ابندكر ابسس برضو دي ده لونجتودنال سيكشن، شكل الابندكس اهي بلايند تيوبولار ستراكشر، لو ضغطت عليها هتلاقي نون كومبريسبل، لان محدش مثلا يشوف حته وول من الانتستين وسكند شويه هي ابندكس وادوس عليها ولا بتتحرك وبتتزفرط وبتمشي. الابندكس لا بتتحرك ولا بتتكمبرس، لو ضغطت عليها من نون كومبريسبل، فبيكون طبعا في السايد بتاعها فيكسد وثابت مش هتروح يمين وشمال. في ابندكر ابس هيطلع، بس هو تاني حاجه من الحاجات اللي ممكن نشوفها في ال لا مش فاش نورمال، شوفهاش نورمال لا وان شفتها والعين بيعاني اكيد لازم العيان هكون سفرنج، يعني في كلينيكال رقم واحد بالترتيب يا دكتور عبد الرحمن، رقم واحد الكلينيكال ويتوازن مع بعض اللاب والسونار، واللاب ادق كمان من السونار، لكن السونار جود بوزيتيف مع البوزيتيف داتا وشفتها خلاص خلصت دي ابندكس، لكن انا معنى ان انا مش شايفها نيجاتيف مش جود داتا، لكن البوزيتيف هو اللي جود داتا. ما هتبص ماشي بس مش هتشوف، يعني مش قصه ما حدش يحاول مع بص، لكن فوق شويه كولكشن صغيرين برضو ممكن يبانوا يعني. المهم ان انا باخد الحاله على بعضيها كولكتيفلي، يعني عشان اشخص الحاله زي ما قلت لحضراتكم باخد الداتا كلها على بعضها. الانتسسبشن، الانتسسبشن احد طبعا في الادلت يعني قليل. نعم طبعا قليل ان احنا نشوفها في الادلت بشكل كبير، لكن كومون خالص طبعا في الاطفال. اللي بيحصل في الانسبشن حصل انفاجينيشن للوب انسايد لوب، اذا انا هاخد كات سيكشن هلاقي فيه وول من اللوب ده وول اللي بعده والوول اللوب اللي داخل والوول، يعني ايه طبقات من الوولز داخله في بعضها بالشكل ده. فالتاني برضو بيديني تارجت ساين، لكن ايه الفرق بالاثنين؟ التارجت ساين بتاعت الابندكس كانت في الرايت الياك فوسا، الدايمتر بتاعها ما بيزيدش عن 8 مللي 1 سم، لكن ده بيكون في اي مكان من الابدومن، اشهرها طبعا اليوسيكال، لكن ممكن يكون في اي سايت تاني، طفل صغير وجاي بريد كارنت جيلي ستول وابدومينال بين والسنس حضرتكم عارفينها، وان كانت ريد كارنت جيلي ستول دي تعتبر ليت ساين في الانسبشن، يعني بتحصل متاخر شويه، لكن ابدومينال بين وفيج وبيجي في باوتس وهكذا بدور كويس في الابدوم، لو لقيت التارجت ساين دي او اللي هو اسمه دو نوت ساين زي ما حضرتكم شايفين ادي اللايرز بتاعت الوولز جوه بعضها. ف نعم دكتور اتفضل. فبيكون التشخيص بتاعي ان انتسبشن ده برضو انظر اكزامبل للتارجت ساين او الدو نوت ساين في الانتسبشن. غالبا برضو بس عامه غالبا البين بتاع الانتسبشن بيكون ديفيوز دكتور محمد، لكن الابندكس غالبا البين بتاعها بيكون الماكسيمم سايت اوف بين بيكون يعني هو ديفيوز زائد الماكسيمم سايت اوف بين بيكون هو السايت بتاع الابندكس. ده برضو انظر اكزامبل لايف وانا بفحص بشوف ادي حاله انتسبشن زي ما حضراتكم شايفين، ادي المالتيبل لاير تارجت او دو نوت ساين، اعتقد واضحه يعني ولا ايه رايكم؟ نعم
ماشي. ما ده يعني ايه يعني، عارف يا دكتور احنا بنقول مش شرط ان كل حاجه عند، بس على الاقل نعرفها يعني. اه بالظبط بالظبط. اه ده الشكل اللي لونجيتودنال، يعني لما باخد كات سيكشن بيكون اللايرز جوه بعضهم زي كده لوب انسايد لوب، لكن لو كات سيكشن بشوف ادي لوب وادي اللوب التاني اللي داخل جواه يعني عامه، اللي هو المفروض هي كانت في ايمج المفروض محطوطه، اعتقد محطوطه في الامرجنسي. المهم ان المفروض يعني ان احنا كسكسفل دكتور ان انا اكون عارف ماي ليميتس، حتى مش على مستوى ان انا بطنه بس، حتى كسوناريست يعني انا ماشي في حاجات معينه في السونار مش بعرف اشوفها كويس، ايه المانع ان انا بستعين بزميل؟ يعني انا شخصيا مثلا ما بشتغلش البيرست الترا ساوند فور اكزامبل، ما بشتغلوش اصلا مثلا، عادي ما عنديش اي غضاضه ان مثلا حد تيجي حاله ريليتيف او حد ماشي في بريست الترا ساوند والله انا مش بشتغله، يا دكتوره فلانه دكتوره فلانه دي نايبه اصغر مني ب 8 سنين بيشتغل بريست الترا ساوند كويس، طب معلش هتعبك كيف حصل الحاله دي؟ فيعني قصه ان انا يعني من افتى من قال لا اعلم، فانا مش عيب ان انا مثلا حاجه معينه حتى ايفن في تخصصي، يعني مش بنظر حضرتكم مثلا كبطنه، انا عن نفسي ما عنديش اي غضاضه ان انا مثلا يعني ايه ان انا اقول ان انا مثلا ما اعرفش حاجه معينه. ده اكزامبل للبيت فولز اللي ممكن تحصل في الالترا ساوند فور اكزامبل، يعني يعني الحاله دي مثلا حضراتكم شايفينها ايه؟ حلو جولستونز كويس خالص، بينما دي ده ممكن حد يشوفها ويوصف العيان ده عندك ستون كذا في كذا والستون لا ده جاز ان بالظبط الجاز ممكن يعمل الشادو بالظبط تمام. نعم اولا الجهاز هيظل ثابت في مكان لا هيتغير، ده رقم واحد. ثانيا اشوف الجول بلادر بالكراتيريا، يعني دي مثلا ما حدش هيختلف انها جول بلادر تمام، يعني ما حدش هيختلف عليها. لو انا شفت الجول بلادر حضراتكم شايفينها دي، اولا في الاستراكشر حضراتكم شايفينه في ستون وادي البوستير والشادو بتاع الستون، حد كان مثلا على الشادو بتاع الستون؟ اعتقد في حد سال على الشادو بتاع الستون ولا مش المره دي المره اللي فاتت حد كان بتاع عبد الرحمن ولا كنت هتشوف الشادو بتاع الستون؟ تمام. المهم ان حاله زي دي انا لو شفت الجول بلادر في بوزيشن واحد هقول ان دي جول بلادر وفي ستون وليها بوستور شادو والسايز بتاعها كذا وموجوده في النك وهكذا. لكن الليجن ده لو ما نوتش العيان على جنبه وحركته مش هيتحرك وينزل يروح في مكان تاني، اذا هعرف ان ده جاتش ده سلادج او بيليري مد شويه مد اهم شويه مد. نفس الشكل ده لو نمت العيان على جنبه والمد ده ما اتحركش هيبقى ده جول بلادر ماس. فادي ده دياجنوزس وده دياجنوزس مختلف تماما. ده نظر اكزامبل ده بوليب، عرفت ازاي ان هو بوليب؟ لان انا لفيت العيان يمين لفيت العيان شمال اهو ستيل نون ديبندنت ما منزلش لتحت بالجرافيتي فستيل معلق في لول، فعرفت ان ده ان ده مثلا مش بينما النظر اكزامبل الحاله زي كده زي ما حضراتكم شايفين العيان نايم في الليفت لاتر بوزيشن هنا او نايم ريكامبرنت ستيل الماس في مكانها زي ما هي ما اتحركتش، زائد ان في نيك جول بلادر ماس زي ما حضراتكم شايفينها اهي تمام. في الالترا ساوند غالبا يا اخوانا لما بشوف حاله الترا ساوند وفي استراكشر معين بيشدني ممكن يعمل ماسكينج لاستراكشر تاني، يعني اي حد حتى لو راديولوجيست ممكن يركز خالص على الماس دي وتضيع عليه الستون المعتبره اللي في النك. طيب ده مثلا انظر اكزامبل، ايه راح حضراتكم ده ايه؟ لا دي رايت ايدك رايت هايبوكوندريم وده الليفر والمفروض ان دي جول بلادر، دي جول بلادر فول ويز سلادج او فول ويز بيلير مد، الشكل بتاعها يدي كانك شايف ايكوجينيك كدني صح. طيب الكيز لايك ذس ادي الليفر ودي الجول بلادر ودي كلها ماس كانسر جول بلادر، ممكن حد اصل ده شويه بيلير مد او كذا. القصد ان انا مش هصعب على حضراتكم، القصد ان مدى الخطا في الالترا ساوند وارد ومش قليل فعاوز مزيد من التركيز. فانا الالترا ساوند بالنسبه لحضراتكم هيمثل انديكيتور او هيمثل جايد مبدئي ان انا المشكله، يعني زي ما حضرتك عملت كلينيكال اكزامينشن العيان وفي بيركشن وفي دلنس وان في افيوجن، المانع ان انا اشوف الافيوجن بالسونار تمام، لكن انا ما اعتمدش على نفسي ان انا هدي العيان يعني ايه على مستوى السونار الفاينل دياجنوز بتاعك، خصوصا في حاله كريتيكال يعني مثلا جول بلادر وفيها ستون خلاص جول بلادر ستون مش هنختلف عليها، لكن فوكال ليجن في الليفر وشكله مش مريح وكذا والله اصلي الدكتور احمد كان قال لنا في حاجه اسمها فوكال فاتي سبيرنج، يبقى فوكال فاتي سبيرنج انت كويس يا عم الحاج، وبدل ما هو ستيج واحد ست شهور يجي لك ستيج فور وخلاص العيان ايه يعني مزد من المزد دياجنوز. ده جول بلادر كارسينوما ده ايه راح حضراتكم في دي؟
هو ده بالظبط، ده مثلا ابندكس ودي فيكوليس اهي حرف الاف دي، والول بتاعها ايديمس وسكن زي ما حضراتكم شايفين. ايه رايكم؟ لا هي الابندكس ممكن تكون يعني في اي دايركشن، لكن بقول لحضرتك ان ممكن يعني شوف الشكل تيبيكال اهو ابندكس وسيكول وبلايند، لكن لا هي دايفرتيكولايتس، هي سيرجيكال استراكشر او كده، لكن ممكن حاجه تكون مسليدنج مع حاجه بشكل خاص. انا شخصيا كنت نايب واديني اسجل وعيان كتبت له ان في ابندكس، وهو كان في عنده شويه رايت هايبوكوندريان بين وابندكس وبلايند ونان كومبريسابول وسيكول وعجب، هي كانت كونتراكتد جول بلاتر. كونتراكتد جول بلاتر يعني انا بعترف عن نفسي اساسا كونتراكتد جول بلاتر، وانها فرايت هايبوكوندريا كنت نايب اول سنه يعني. ففعلا الساين زي ما حضراتكم شايفين كلنا اقسمنا ان دي ابندكس، لكن هي مثلا دي دايفرتيكال فور اكزامبل فيري. طبعا في الانسيدنس لا يقارب الابندكس، الابندكس هتجيب لك حاله ابندكس كل يومين ثلاثه، لكن الديفرتيكولم كبير سايز بتاعه زي كده مثلا 2 في 1 سم هتشوف ما تشوفوش ليه مثلا يعني، وانفليند وسيكود زي ما انت شايف ومسدود بفيكوليس اهي يعني. واصلا برضه حتى الكلينيكال بتاع ده غير الكلينيكال بتاع ال بس برضه بيجي اكيوت ابدومينال بين، اكيوت ابدومينال اكيوت ابدومينال. هو كان ليه قاعده في الجراحه كده اسمها عندي بيبان عندي 2 ييرز وعلى بعد 2 مترز من الانسيزورز، وكان في قصه كده الميكلز ديفرتيكولم بالتحديد يعني. ده اكزامبل ليه، ايه راي حضرتكم؟ اما هي مكتوبه كويس يعني دي اورتك ايمجينج بتفول، ممكن انا اشوف بيزنتريكسس زي كده واوصف ان دي اورطه وان ده في كذا وانيوريزم وادخل عين في دايليما وادي الاورطه اهو حلو وصغير وزي الفل، بينما دي مثلا لارج ميزنتريك سيست هالديفرنشيشن دي هلفها يمين شمالها كوره سيست، بينما الاورطه لو انا شايف انيوريزم مثلا بالشكل ده وفردته هالاورطه تفرد معايا واصله، لكن السيست هلف يمين هلف شمال هلفها في كل هي سيست ايه سفيريكال في كل السكشنز بمعنى صح. طيب ايه راي حضراتكم؟ لا التارجت ساين مش هتكون اهي اللي انا طب ما في 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 هايبوكوندرام ابندكس يا دكتور اسلام، فيها هايبوكوندرام ابندكس احد السايز في ابنورمال سايد بتاع الابندكس انها تكون في ال... لا مش ح... يعني موجوده يعني بالظبط الاناتومي طبعا الاناتومي طبعا دكتور عرفت كلام مظبوط، الاناتومي فعلا يعني بيكون كلام مظبوط. فالمهم اللي كان المقصد ان اوصل حضراتكم بس ان اولا يعني مش مطلوب من حضراتكم انك تطلب من نفسك اقصى من المطلوب تمام. يعني انا مثلا انا فرضا لو راجل دكتور بطنه معايا الترا ساوند هستخدمه وهبص على الميجور فايندينج كويس، لكن انا ليه اشخص للعيان بعيدا والله عن النقطه اللي بعض الناس بتقول مش عارف قصه التنازع ان الالترا ساوند تبع بتوع الاشعه تبع مش عارف ايه. احنا المفروض كلنا في خدمه العيان والمفروض كلنا بنوركينج مع بعض كتيم ورك علشان نشخص العيان. على الصعيد الشخصي انا راجل دكتور بطنه شاطر والاي سي جي بتاعي ما شاء الله كويس والدايجنوست وكذا، وانا حاسب على نفسي ليه اخطاء بالالترا ساوند؟ ما انا ابص عليه خلاص شفت الحاجه اللي واثق منها ستون معتبره اسايتس مش عارف ايه خلاص الفايندنج اللي انا مرتاح له نفسيا، لكن الفايندنج الكويري انا احسب عليه ليه غلطه ما انا صح ما هو ابعته اللي غلط فيه بس مش ابعته اللي غلط فيه. شكرا حضراتكم